السلام عليكم. مرحبا اخواتي، رجعنا لكم فيديو جديد ولعبة جديدة. اليوم رجعنا لكم بلعبة الفيفا 2019. رح نلعب مباراي انا واحمد وابو عزاب. رح يلعب احمد وابو عزاب علي انا لحالي، وانا رح العب عليهم اثنين لحالهم. رح اخسره. طيب، توقعاتكم للمباراة قبل ما بلش اللعبة، الكل يكتب بالكومنت مين تتوقع يفوز، احمد وابو عزاب علي. وقفوا الفيديو وانزلوا توقعوا. توقعوا احمد وابو عزاب يربحوا علي او انا اربح عليهم. الكل قبل ما تشاهدوا الفيديو تكتبوا بالكومنت توقعاتكم، مو بعد ما تشوفوا الفيديو تكتبوا توقعات، هذا اسمه غش، ومن غش انا فليس منا. بتسوى حالكم حريصه. والله انا توقعت انه هيك النتيجه، وقلعت نفسي يا يو. ايش توقعوا مين راح يفوز؟ توقعوا النتائج. والله يا محلل رياضي انا اخذت اليوفنتوس لان انا بحب اليوفي. انا بحب يوفنتوس طبعا لانه كريستيانو فيه. انا من عشاق كريستيانو كثير. فهلا رح نلعب مباريات كامله. تابع المباراه للاخر. تابع المباراه للاخر لحتى تشوف شو رح يصير بنهايه المباراه. ان المباراه كثير 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 حلوه، ورح تكون طبعا عفويه، يعني ما حيكون تمثيل ونقطع وكذا، لا، بدون اي مونتاج رح نصوره هيك كامل وننزله على حاله، ورح نشوف شو رح يطلع معنا. يلا توقعاتكم مثل ما تكون. قبل كل شيء حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة، لا تنسوا تفعلوا زر الجرس. الأزرق أحمد والبرتقاني أبو عزاب. طبعا ديكو الأحمر أنا مبين هون، لما كل واحد مسكته مبين شو لونه باللعبة. أنا أصفر يا أسفوري يلي مجنن على أسفوري. تسلم يا عريجة، تسلسل حلو. الله اخترا اخترا ديبالا باولو ديبالا والتوزيع قول مانزوكي. يا الله روح بعزب خلطرا. ايش عم تسوي؟ ايش عم تسوي عم بعطيك غص لسه. ايش عم تسوي؟ يا الحظ يا وي. ايش عم تسوي يا الله؟ فوق عواد كده ما فيها شيء. كيف بس عجرو انت عم تلعب الدوم؟ احنا بنلعب هاي مره دوم السنه مره بنلعب. والله لازم يا اخوان نقول دوم كل يوم، ما بترك اللعبه. انا ابو عزاب يعني نادرا نلعب. شي انا حالي بخسره دوم. روحي يلا يا دوم جول. اي خالد جول غلط علي كريستيانو. قولاتو عادي شو قول واحد هسه. يلا تلعب معي لعالك شو شو ما خسران. لا كرو لعب. يلا يا حرام يلا فازاب باي. اخواتي نحن نزلنا فيديو مصارعة قناة محمد ديم ويسرا، راح احط لكم الرابط الفيديو المصارعة بصندوق الوصف شوفوه. كمان لعبنا انا لعبوا علي احمد وابو عزاب، لان لعبوا ضدي وانا لحالي. شوفوا مين خسر. شوفوا مين خسر بالمصارعة. اوكي حلو كثير كان، صار ضرب جدي. بطل ما في مزح، اثنيناتهم علي صدروني. المهم تشوفوا الرابط بالبايو بس يخلص المباراة تخلوا شوفوها. كريستيانو هرب يا حرام. هرب على احمد مو شو بتسلم؟ قرب. طيب قرب. الله قرب. يا حرام يا حرام. بس دعمنا دول كيك كنت. ما بترو. اعطي لك كريستيانو. يوي. الله فرصه قد تشكل خطوره. يا سلام قول شوت خلص تطلبوا. زكت لازم صفر ها بتطلع بس. اخواتي عندنا فيديو مرتين، هي مرة ثانية عم نعيدها. هذاك ما تصور. هذاك ما تصور، مية ما تصور.
شربنا لانه كان اول لعبه ما يخل كيف يجي بروت الشوط الاول واحد واحد طبعا لان هذيك المباراه انا ربحت عليهم بس ما كان عم يصور الشاشه فلهيك انجبرنا نعيد لانه كنا عم نصور بس بالكاميرا بالشاشة التلفزيون ما كان عم يصور المباراه فانا كنت ربحان عليهم هذاك 4-0 انجبرت وين ورجينا دليل حسف ما عم انكم ما كان عم يصور يلا يا قوي يعني شلون يعني سيرجيو بوسكيتس روح بزر روح ما بدي افضليه مش شلون بعده عنه فوت طلع عبي عطيتك كم جد عبي عبي يا اخي انا زلمه ما انا مالي وحش ديبالا مانزوكيتش كذاب هذا زلمه مو قصد معه انا هو ما زبط معه ديبالا مانزوكيتش ما تودي يا الله بعيده يا الله كفو عنا تخسي انك خسرنا خلصت من المباراة شيء كريستيانو كم خطرة قلت لك كم خطرة لا تاني انت لك لعب باصة سريعة باصته وروحة دقة في التمرير شوف اللقطة شوف اللعبة عطيها جول يا حرام يلا 1-2 ولا بطيخ بابا انت عم تأخر 2-1 الله شوف شو راح يصير فيه نفتح فينا شوارع هذا جول يو رجع لوين مرجع لك لا تبدل عم خرج لنا الفريق كله يعني راح تبعيد عن الكره مشي يا جنبه انا اوه عمي ربع ساعه لنهايه احداث هذا اللقاء شاب تسوى عزاب لعبت له باطل هذا موت لك بس تتبقت انت بتخرب اللعبة فيها روح شاب شاي طالب الله 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 كسر ما من ضمان الجول حاله رفع الخارج انت بوت على الطابة لعبت له باص انت ورقد على اللاعب وانت رقد على الطابة شوت ما بتعرف شوت ما شاط يا عمي ما من ضمان شو ما شاط اوبا ليش ثلاثة شو لعب مني انا مو منك منه انت شو تصلك هتلعب؟ احكي لك هتصلك شو تصلك؟ ما بالك رجل الحارس تكون فاضي اهدي بلا مباراة لعبها بنتشي والتوزيع مانزوكيي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 ي
لازم نرجع على ميسي. يا رب مهزلة كروية يا زلمة، مهزلة كروية، مهزلة. كريستيانو راح، كريستيانو شاف، كريستيانو يروح، كريستيانو عاد وكل شيء كل شيء بكريستيانو وحده، كريستيانو ويروح. أنا تاني من بيك. اتمنى بسرعة برا بس لعبنا حلوة اول شوط لعبنا حلوة اخر شيء عفسنا والله ما كبس تذكرس اخر شيء عفسنا ربحت الكأس دوري ابطال اوروبا اخر شيء عفسنا يعني خلص الفيديو اخواتي خلص ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو اخواتي يلا رح نلعب واحدة تانية هن الاثنين ضدي رح تنزل بقناتي رابط القناة تحت بالوصف الكل يروح يشوف شلون رح خسروا هن الجوز الكل حطوا توقعاتكم مين راح يخسر عندي تمام لهون بكون خلص الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة ورابط حساب الانستغرام بالبايو اي اللي عجبتكم اياها الفيديو الجاي ننزلها اكتبوا لي اياها على الانستغرام واذا حبيتوا الفيديو اكتبوا لي بالكومنتات ورايكم بالفيديو اذا حابين نكمل بالالعاب
خلص الفيديو لهون، تحياتي لكم، يلا سلام.